جيت تفضل السي باكوري. السي سعيد راه حتى ويلا هاد الاخ ويلا مشى كما قال السي يحيى قال لك ما كاينش وسائل تنقل وصراعيل، راه كاين واحد المعلومه خطيره وكانت تحمل فيها المسؤوليه، راه ويلا مشى شي واحد مولات زيو جا هنا وما لقاش الطبيب ومشى للناظور، راه كيقولوا لهم عندكم السبيطر في زيو كامل يعني مكمور. رجع لزيو الدواء ملي كيجي هنايا لزيو ما كيلقاوش. وبالنسبه للوقايه المدنيه، الوقايه المدنيه كيديروا التوصيه ديال وزير الداخليه، وزير الداخليه كيقول لهم الا لقيتوا شي حاله مرضيه ولا قصيده ولا شي حاجه ديوها لشي مؤسسه فين غادي يتعالج. هما كيجيو يرميوه هنا بحجه انهم يديوه فين يتعالج. الوزير الداخليه كيقول لك ديه فين يتعالج، ماشي ديه فواحد المستشفى القرب اللي غادي يطرمه هنا، كيرميوهم هنا. وواحد السؤال الاخير وهو ما محل سيارة الإسعاف المتواجدة هنايا بالمستشفى القرب؟ ما محلها من الإعراب؟ ما محلها من الإعراب؟ واقفة هنايا وكانت تحمل المسؤولية وتوفى واحد ولد زيو، لأنه كان فيه 8 يترو ديال الماء ولا 12 يترو في الكرش، كان كيتألم النهار اللي كانت هنا الزوجة ديالو كتبكي. سيارة الإسعاف كانت هنايا واقفة، ما بغاوش يعطيو لسيارة الإسعاف لا والو، داو للناظر بسيارة الإسعاف ديال الجامعة ديال زايو، فإذا به الزهر ديالو أنه دوك الأفارقة كانوا كيجريو عليهم من مليلية وتعطبوهم مشاو للمستشفى ديال الإقليمي ديال الناظور. الطاقم الطبي كان تحمل فيه المسؤولية ملي هودوه باش غادي يخويوه بالماء، سمعوا ديك الهرج ديال دوك الناس ديال الأفارقة، هودوه يتفرجوا في الأفارقة وخلاوه بقى 3 أيام وتوفى. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السبيطر هذا بالنسبة لي أنا كان مثل راسي، بالنسبة لي أنا يتبلع، بالنسبة لي أنا يتبلع، لأنه الشهرية كيديوها الأطباء والفرمليات وكي ياكلوا هنا وكيشربوا هنا، وكاين خروقات وكاين شي حوايج كيندارو هنايا بالليل، كاين شي حوايج كيندارو هنا بالليل باش غادي يجي المواطن هنا وما تخرجش عنده الفرملية، راه كاين شي حوايج غادي نفركعوا هاد الرمانة. لانه قلنا تبدل المدير، ماشي تبدل، داروا مدير لمستشفى القرب، وقلنا له الا غادي تقد تخدم وتجيب يعني الطاقم الطبي اللي غادي يخدم معاك والموارد البشريه نصفقوا لك ونشجعوك وراك. ولكن ملي ما قدرش يجيب الطاقم الطبي اللي غادي يخدم معاه، ما قدرش يجيب كاملين، ما بغاوش يجيو يخدموا هنا يبلعوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. اذا تحيه للسي باكوري، كما كتشوفوا السي باكوري احد الوجوه الاعلاميه بالمدينه، والان كيتكلم كمواطن شدته الحرقه وهو كيساير هذا المستشفى من مده طويله وكيتابع التصريحات ديال المواطنين لما كيجي والمشاكل، يعني راه ملم بالمشاكل ديال مستشفى القرب. احباب الكرام، راه الجو كما كتشوفوا عاصفي، وغادي نوري لكم الشجر كي كيتحركوا، يعني راه ماشي اللعب، راه ما جايينش هنا باش نتساراو، راه خارجين حتى حنا كنا كملنا الوقفه ديال فلسطين وبغينا نمشيو نرتاحوا، ولكن ما غيخليك حتى واحد ترتاح في هذه البلاد سبحان الله العظيم. حتى واحد ما غيدير خدمته ويخلينا نرتاحوا حتى حنا ونتكالماو شويه في دمنا، راه الصوت ما بقى لناش الحباب الكرام. بركا غير داكشي اللي كنشوفوا ديال خوتنا في غزه وفلسطين، بركا ما تكملوا علينا. واش طبيب واحد ما يمكنش تزيدوه لهذا المستشفى وتفكوا هذه الروينه؟ ما طلبناش كومبو تخصصات، رانا صابرين معكم على هذا المولود العوج اللي تولد معاق، وزيدوا لنا غير طبيب ديال المستعجلات بعدا نفكوا غير الحريق بالليل. ما التخصصات راه دابا كل واحد فين كيدبر على راسه كيمشي ويخلص الفلوس، ما بغيناش نكبروها ونطالبوا التخصصات والمسائل والتحاليل ديال المختبر اللي مفقودين ونبقاو نناقشوا امور اخرى. راه قلنا درجه بدرجه ومشينا درجه بدرجه، توصل هذا الشيء ماشي درجه بالسونسور دابا هذا ديال مابغاش يكمل. لذلك هادشي اللي كنقولو راه هادشي ميمكنش يتسكت عليه، ومن هنا غادي تكون الشرارة.